متى ابتدأت رحلة الميلاد؟ هل بولادة يسوع المسيح في بيت لحم؟ أم هل كانت في فكر الله الأزلي؟ وهل توقيت ولادة يسوع المسيح موثقة تاريخياً؟ وما هي الأدلة على ولادة يسوع في هذا الوقت المعين في الزمن المعين؟ وكيف رأى معاصروه هذه الولادة؟ شاهدوا معنا رحلة الميلاد الشيقة والأحداث التي دارت حول الميلاد.